كتير، مع ان الاستروكس اكتر يعني نقول ايه اخطر نوع من انواع المخدرات، بيأذي فعلا وليه يعني اثار جانبيه كتير قوي، منها الهلوسه. اول ما بياخد موضوع المخدرات اللي هي الاستروكس بالذات الاستروكس، بيحصل له حاله من الهلوسه. الهلوسه دي بقى يعني بتبقى عامله ازاي، يعني بتوصله للجنون شويه، يعني لو حد قدامه بعد ما ياخد الجرعه، يعني مثلا مراته معاه، ممكن يفكر يحرقها، ممكن يفكر يبيعها، ممكن يفكر يقتلها. بتوصل معاه ان هو ممكن، لا يعني اعوذ بالله، ممكن يغتصب بنته، ممكن يسرق، ممكن يقتل.